اليوم كانت لدينا زيارة لأفواج الحشد الشعبي لنينوى والعاملة ضمن قاطع لواء 21 حش شعبي ولواء 40 حش الشعبي للاطلاع على الوضع الأمني لقاطع المسؤولية ولعمل الأفواج الحشد الشعبي. وبالتالي كان الجميع أكد أنه الوضع الأمني في قاطع المسؤولية في منطقة البعاج ومناطق القيروان والمناطق الأخرى المحاذية إلها أنه الوضع الأمني مستقر وبشكل جيد، جاري التنسيق بين كل الحشود اللي موجودة والأجهزة الأمنية في قاطع البعاج وقاطع القيروان، وأكد الجميع هنالك وضع أمني جيد. وبالتالي كان لدينا اطلاع وزيارة لكل المقاتلين للاطلاع على الاستعداد القتالي والجاهزية الكاملة للمقاتلين، وشاهدنا المعنويات العالية والاستعداد القتالي العالي بمتابعة حقيقة متابعة من قبل آمري الأفواج الحشود وبالتنسيق مع الألوية العاملين معها. كما أكدنا وجود هنالك اللواء 21 حش شعبي البطل ولواء 40 حش الشعبي، وجاري التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار. بالتالي عقدنا مؤتمر لكل آمري أفواج الحشود وناقشنا كل الأمور المستقبلية لتؤمن المرحلة القادمة للقاطع، وبالتالي أكدنا على ضرورة العمل في منظومة الأمن والاستخبارات للحصول على المعلومات ولمنع التنظيم من الاقتراب إلى مناطق البعاج والمناطق الغربية. أكدنا على موضوع الشؤون الإدارية والمتطلبات الإدارية للمقاتلين، وأكدوا الجميع بأنه كل الأمور على استعداد تام للدفاع عن قاطع المسؤولية والمناطق العامل بها. إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الأمن والاستقرار إلى الموصل وإلى العراق أجمع إن شاء الله. باسمي وباسم أخواني المقاتلين لواء 21 فوج الرابع نقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة اللواء الركن لزيارته، هذه الزيارة التفقدية للحشود اللي متواجدة في قاطع البعاج، لزيارة المتكررة طبعا، وهذا يدل على حرصه واهتمامه بالقاطع وبالأفراد الحشد العشائري هنا الموجود أو الحشود الهيئة الحشد الشعبي التابعة. هاي الزيارة مباركة إن شاء الله، اطلع على النقاط وكان له تفتيش دقيق على كافة النقاط، وكان إن شاء الله الموجودين هنا يكونون الدفاع عن هذا القاطع، وان شاء الله النصر حليف القوات الامنيه وحليف الحشد الشعبي اللي هنا، ونطمئن انه اهلنا في قاطع البعاج انه يكون الوضع الامني مستتب، وندعوهم الى اللي ما رجع انه يرجع لمناطقهم، وان شاء الله يكون البلد امن والقضاء البعاج امن. نشكر سياده القائد لزيارته الى منطقه خرب البعاج، وحيث ابدى توجيهاته الأمنية، وإن شاء الله بأن تكون الأمن والأمان لمنطقة البعاج.